نهاركم سعيد مشاهدينا لليوم الثلاثاء 21 أيار 2013. البعض متجه إلى الترشح وفق قانون الستين تحسبا لأي طارئ وقطعا للطريق أمام إعلان فوز أي مرشح خصم التزكية، والبعض متجه إلى تجرع كأس التمديد والاقتراحات تتراوح بين 3 أشهر وسنتين وتحت مسميات مختلفة، والبعض يراهن على قدرة الرئيس نبيه بري في الدفع باتجاه قانون توافقي على الرغم من الاصطفافات الحادة والمواقف المتعارضة، وقد أبقى لجنة التواصل على قيد الحياة. وفي موازاة الأزمة السياسية ومخاطر الفراغ في المؤسسات وعدم قدرة الرئيس المكلف حتى الساعة على تشكيل حكومة تحظى برضا قوة ميني أدار، تنأى الحكومة بنفسها عن التورط اللبناني في معارك القصير، فيما دورة العنف في طرابلس تتجدد على إيقاعات وترددات الحرب في سوريا إلى تجدد القصف على كرة عكار الحدودية. وكان بارزا أمس الاتصال الذي تلقاه الرئيس ميشيل سليمان من الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي حض على عدم التدخل في شؤون دول أخرى ولا سيما سوريا انطلاقا من إعلان بعبدة. ضيفنا اليوم في برنامجنا نهاركم سعيد الزميل في جريدة الأخبار حسن علاء، معه نتناول إدانة طبعا الإدانة الأمريكية التي تبلغها لبنان رسميا لتورط حزب الله في سوريا دعما للرئيس الأسد، انعكاسات ذلك على الوضع اللبناني المتشنج، وأيضا ما هي إمكانيات رد حزب الله على هذا الأمر، خصوصا هناك خطاب متوقع لسيد حسن نصر الله في عيد المقاومة والتحرير السبت في 25 أيار. بالإضافة طبعا إلى موضوع الانتخابات ومصير هذه الانتخابات بعد الفشل في التوافق على قانون انتخابي. نهارك سعيد، أهلا وسهلا في أستاذ حسن. طبعا نروح لنشوف حركة السير، ونعتذر تأخرنا كم دقيقة عن الهواء بسبب تأخر أستاذ حسن. طيب بسبب العجقة هلا ببين بالصورة ما في عجقة. بدنا نروح وين بدنا نبلش؟ بجوني باتجاه بيروت، قول أيدي مشهد يومي في ضغط سير طبعا طريقة. على الدورة ايه بلا لك شوي في ضغط بالاتجاهين، اكثر باتجاه الكارانتينا على جسر شارل الحلو، حركة سير عادية. ساسين كمان حركة سير عادية. طلع البلد ما في عجقة. حسب اي طريق اخذت بالحمرة ما في عجقة سير كتير. اي طريق؟ فورم بيروت. طريق المطار في ضغط باتجاه وسط المدينة، وصيدا ما في مشكلة، كنت عم من صيدا. أسهل. إذا نرجع منرحب فيك أستاذ حسن طبعا، ويمكن المواضيع هي ذاتها الفترة من يعني ناطرين لحظة بلحظة ويوم بيوم كنا، ولكن ما حدا كان عنده يمكن أمل، بركي بل الرئيس بري يمكن وحده كان عم يجرب وعارف وين بيوصل، وبعد لهلا ماطع الامل يعني بعده ابقى لجنه التواصل على قيد الحياه، بركي بيطلع له مثل ما عم بيقولوا شيء ارنب ما يعني بعده كان مخبى وبيجيب الحل. في امكانيه بعد للتوافق على قانون معين؟ وين رايحين؟ يعني هلا نحن امام احتمالات او اجراء انتخابات وفق الستين لان راح يترشحوا بحكم الامر الواقع، او التمديد اللي الرئيس بري عم بيشغل اتصالاته لاقناع الفرقاء بالتمديد او اتفاق على مده التمديد على الاقل. لحد هلا في شبه استحاله انه يصير في اتفاق على قانون جديد لأسباب كثيرة، أبرزها أو السبب الرئيسي وربما الوحيد غياب الراعي الإقليمي. يعني آخر قانون انتخاب اتفقوا عليه اللبنانيين بال2009 كان في أمير قطر قاعد بقلب أوتيل معهم، ومعه على الخط الرئيس السوري بشار الأسد، ومعه على خط وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل، وعلى خط ثالث الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد. صار هذا التدخل كله طبعا، زائد يوم التدخل المالي القطري اللي اندفع رشاوى لعدد من الجهات اللبنانية لحتى وصلوا لقانون الستين السيء. فأكيد الخروج من قانون الستين بحاجة إما لغلبة لبنانية داخلية أو لتدخل خارجي كبير، والاثنين مفقودين. يعني لا وجود لراعي إقليمي أو دولي يفرض على اللبنانيين قانون انتخاب جديد، وما في غلبة لطرف على تاني،
والقوى السياسية، يعني هي إذا بدنا نقول التدخل الخارجي أو الرعاية الخارجية بتجي نتيجة يمكن بركي غلبة ثيغة أو اختلال التوازن. صحيح، في اختلال توازن بيدفع أنه يركضوا. يعني مثلا امبارح، هلأ بدي فوت هون لأنه عم تقول غياب رعاية الخارجية امبارح، اليوم أنتوا على كل حال مشدد يعني عاملين في مقالة حول موضوع يعني زي ما أقول تنسيق أمريكي سعودي، يعني بموضوع الضغط على بالساحة الداخلية، كان بموضوع إجراء الانتخابات في موعدها، عدم التشدد في موضوع تشكيل الحكومة يعني وعدم تقديم تنازلات، حتى يعني بموضوع وضع حد لحزب الله داخليا، وحتى بيقولوا تدخله بسوريا، تطبيقه يعني ايضا بالنسبه لتدخله بسوريا. يعني في حدا عم يتدخل خارجيا؟ لا، في ما في راعي، في حدا عم يتدخل لصالح طرف، يعني في امريكا عم تتدخل لصالح جماعتها بالبلد، ما عم تتدخل كراعي للتوازنات اللبنانيه وتقدر تعمل حل توافقي او تقدر ترشي فلان وتسكت فلان وتقول له لهيدا خلاص عندي القصه وتعمل قانون انتخاب. النقطة الثانية اللي كنت عم أقولها قبل ما نرجع نوصل لعند الأمريكان، هي أنه الطاقة السياسية بلبنان مرة جديدة تثبت عجزة عن القيام بأدنى واجباتها. يعني هذا النظام اللبناني وصل لمحل، لطريق مقفل، عاجز يعمل قانون انتخابي اللي هو أبسط أمر. يعني في شيء كتير غريب صار بالقوانين، بمشاريع واقتراحات قوانين الانتخاب اللي انطرحت بالفترة الماضية، كلها هي عبارة عن قوانين معدة سلفا، بنعرف نتيجتها، بصيروا يتخانقوا انه لا الرئيس بري بده يسقط الرئيس فؤاد السنيورة، لا نحن بدنا نضمن نجاح الرئيس فؤاد السنيورة، ولا بدنا نسقط جبران باسيل ونضمن بطرس حرب. وهذا اللعب، يعني اللعب ما بينقال عنه شيء الا سخيف، وهيك عم يضحكوا على العالم وعم يضحكوا على بعضهم. وكتير غريب انه او لا يمكن مش غريب بالمرة انه يطلع بالاخر في اقتراح قانون واحد، يلي هو الوان مان وان فوت، الصوت الواحد، يلي بيعطي غموض لنتائج الانتخابات، وفي اقتراح قانون واحد عصري ومفترض يشبه 2013 ومفترض يكون مدخل للاصلاح، يلي قدمه النائب عاصم انصو يلي هو لبنان دائره وحده مع النسبيه خارج القائد الطائفي، بس طبعا ما حدا سمع فيه، ما حدا رعاه، وكل القوى السياسية نبذته، وكان أول اقتراح يعني من نوعه. علما أنه العماد عون يعني قال إذا مش الأرثوذكسي هيدا، يعني قال ومن قال لبنان دائرة وحدة مع النسبية. صحيح، وحزب الله حكي فيه كمان، سيد حسن نصر الله مرة حكي كمان فيه، بس ما في نصاب الحد الأدنى اللي يتأمن له لهذا القانون. هلأ وين رايحين؟ رايحين على أزمة أكبر بده يفوتنا فيها النظام اللبناني، الطبقة الحاكمة، أزمة مرتبطة بالفراغ بمجلس النواب أو بإجراء الانتخابات على 60. يعني إذا إجراء الانتخابات على 60 نوصل للي نحن فيه هلأ، إنه هلأ منيح، يعني إنه بيرجع يعني إما تمديد بقانون وإما تمديد بس بالانتخاب. على الأقل بتكون يعني أجريت الانتخابات، يعني ما يعني العملية الديمقراطية بقيت اخدي مجراها، يعني أجريت الانتخابات، التزمت بالاستحقاقات الدستورية، وإن كان حصل شوية تأجيل تقني لأنه إذا ما التزمنا حصل، وبتكون يعني استمرت المؤسسات، يعني كمان أمنت استمرارية المؤسسة خصوصا من مؤسسة مجلس النواب. صحيح، إذا قلبنا السؤال شو بيصير إذا ما التزمنا بالمؤسسة؟ ما مني من دعاة التمديد، يعني مش عم روج للتمديد، بس انه احنا وصلنا لاستمرار المؤسسات، احنا وصلنا لمحل التمديد وعدمه سيئان، يعني ما في شيء، ما في فرق ابدا بيناتهم. هو انا قلت من شوي انه هو اما تمديد بالانتخاب واما تمديد بقانون، واذا ما التزمنا بالاستحقاقات الدستوريه شو بيصير؟ بس يعني في بعض الاطراف عم تعمل حساباتها انه بالانتخابات بتحقق يعني تقدم وربح، منهم العماد عون يعني اللي عم بيقول اللي هو رافض التمديد. صحيح. وعم بيقول انا مستعد روح على الانتخابات وفق قانون الستين، لانه بيامل، لانه اليوم هيدي لحظه مسيحيه فيه يستفيد منها، يعني بعدما خان القوات يعني وعدهم حسب تعبير حسب طبعا عون. اكيد ما هو بين مزدوجين يعني بين إذا يعني حتى لو رحنا على الانتخابات وعملوا تقدم فريق 8 أدار، بيعمل تقدم ليوصل بأفضل حالاته ل 63، يعني بيقدر بالدائرة الثانية ببيروت ياخذ نائبين زيادة، يقدر يعمل خرق بالأشرفية بواحد،
مفترض بالمقعد الأرثوذكسي يقدر يعمل خرق بواحد بالكورة أو اثنين. البترون كتير صعبة، مع أنه حتى بعض العونيين عندهم أمل بالخرق بالبترون، زحلة شبه مستحيلة لأنه الصوت التيار المستقبل هو اللي بيحسم الانتخابات. البقاع الغربي فرضا قدروا عملوا خرق وقدروا حافظوا على كل مواقعهم التانية، يعني عندهم يعني ما خسروا بالمواقع الأخرى. صحيح. ماكسيموم بيجيبوا 63 بأفضل حالاتهم. 63 لفريق، يعني 63 لفريق 8 أدار. بعضهم بحاجة للنائب وليد جنبلاط، لأنه حتى اللي عم بفكر أنه الرئيس نجيب ميقاتي والوزير محمد الصفري يترشحوا بطرابلس، كتير صعب انه الرئيس ميقاتي يترشح بطرابلس بلائحة مواجهة لتيار المستقبل وينزل معه على نفس اللائحة فيصل كرامي ورفعت عيد وحدا من الثمانية أدار الباقيين بطرابلس، شبه مستحيل. ما في قوة حقيقية في وجه تيار مصدر في طرابلس، وكل الشمال الباقي يعني أرقامه محسومة سلفا. فبأفضل حالاته 63 يعني مثل 58 بالنظام، يعني ما بتعمل فرق. الربح بمقتصر على بيكون تيار وطني الحر بس حتى صحيح. يسجل نقطة يعني بالساحة المسيحية انه انا بعدني الزعيم الاول. طيب رح ارجع اتابع معك واحكي عن احتمالات الاخرى يعني، بس قبل لانه كمان اليوم قرينا بالاخبار انه حصل امبارح اتصال او لقاء بين النائب علي حسن خليل المستشار السياسي للرئيس بري والرئيس فؤاد السنيورة للبحث في موضوع التمديد. على كل حال معنا النائب احمد فتفت عضو لجنه التواصل النيابيه. تشوف وين صارت هذه الاتصالات؟ هل هناك تقدم ما في اتجاه ايجاد حل على الاقل يعني اتفاق حول التمديد ومدته؟ نهارك سعيد دكتور فتفت. صباح الخير. صباح الخير ضيفك الكريم. شكرا دكتور فتفت. يعني هذا اللقاء الذي حصل امس، اولا هل حصل صحيح؟ ويعني حول ماذا يعني تدور الاتصالات الان تحديدا؟ يعني اولا انا ما عندي تعليق على اللقاء اللي حصل، انا كنت امبارح المساء خارج بيروت وما قدرت اسال حديث هلا اشوف الرئيس سنيورا لاتاكد من هالموضوع، وحيكون في لقاء هلا بالكتله على الظهر لنشوف اذا كان هالموضوع مدى جديته وين وصل. يعني بس لو كان في شيء جديد يمكن كنت اعلمته انت عضو لجنه التواصل. لو في شيء جديد بالتاكيد كنت انحطيت بالجو، بس اكيد لحديت هالصبح ما في شيء جديد بشكل رسمي يعني. وبالتالي موقف المستقبل حتى الان يعني هو يمكن امكانيه القبول بالتمديد التقني لاشهر محدده؟ يعني موقفنا موقف القوات وحتى موقف حزب الكتائب كان امبارح واحد باللجنة، انه احنا مع تمديد قصير تقني ولكن مع الذهاب للهيئة العامة ان تصوت على قانون جديد، واي شيء بتصوت عليه الهيئة العامة القانون الجديد ساعتها بينعمل عليه انتخابات، وقال نحن منا مستعدين نروح على الانتخابات على اساس قانون الستين، لانه مثل ما اعتبرنا انه الأرثوذكسي غير ميثاقي، جبهة المسيحية اللي بوش الستين بتخلينا نعتبر انه كمان غير ميثاقي. نعم. بس إذا ما توافقنا على التمديد ولا نريد الذهاب إلى الستين، يعني نحن يعني أمامنا الفراغ لا غير. لا أنا في برأيي في نحن أمام أربع احتمالات. أسوأهم الفراغ، بيجي قبله الستين. نعم. أقل سوء عن التمديد، والأفضل شيء أن روحنا نعطي الهيئة العامة صلاحية أنه هي تقرر. نحن كلجنة فشلنا، وقت بتفشل لجنة حتى لجان مشتركة ولجنة فرعية، الهيئة العامة هي صاحبة القرار، هي لازم تكون قرار. نحن موقفنا أنه نرجع نحتكم للهيئة العامة بالوقت الحالي. بس الرئيس بري يعني لا يريد الدعوة إلى هيئة عامة، لأنه يمكن إذا انطرح مشروع المختلط لن يتأمل لها النصاب الشيعي، وإذا انطرح الأرثوذكسي لن يتأمل لها النصاب السني. يعني أولا في مشكلة هون بصراحة، موضوع الأرثوذكسي كان يطرح موضوع له دخل بالمذاهب والطوائف وله دخل بموضوع ميثاقي، بينما المختلط ما في أي موضوع ميثاقي فيه، ويعني خلق بند هلأ بدعة جديدة أنه أي طرف بغيب. هذا نحن عم نغير النظام السياسي، عم نغير الدستور. الموضوع انطرح امبارح أيضا باللجنة، وبالتالي هالموضوع يجب بحثه بشكل جدي، أنه الأمور الميثاقية يجب أن تكون ميثاقية حتى يتم الاعتراض عليها. لكن بكرة أنا إذا في شيء قانون بخص اي موضوع بخص الاجارات ما عجبني بنسحب بعطل التصويت، مشكله. فبالتالي هذا موضوع لوحده، انا بعتقد مش وقت نقاشه هلا. اما نحن ما زلنا مصرين، هذا طرحنا، و
ولكن نحن عارفين انه البلد امام مشكله كبيره. ما زال امامنا اليوم حوالي 19 ايام لغايه 31 ايار. المجلس سيد نفسه من هلا 31 ايار، انا اكيد انه المجلس حياخذ قرار باللحظه المناسبه. بعدين ما نتفاجئ، يعني دائما هيك قرارات ما بتصير الا باخر لحظه، يعني ما حدا حيتنازل ويوصل لقرار جديا الا باخر لحظه. هيك بتصير بكل دول العالم وين ما كان بالسياسه، كل واحد خاصة عنا اكيد يعني في توجهات سياسيه. نعم. عاديه. ولقول لك هذيك اليوم يعني النائب سامي جميل قال كلام كثير واضح انه نحن امام ازمه سياسيه ناتجه عن انه ما حدا مستعد يسلم البلد للطرف الاخر. نحن معتبرين انه بظل وجود السلاح يجب ان يكون هناك مجلس نواب ضامن للاطراف الاخرى، فنحن ما مستعدين انه فوق وجود السلاح والسيطره على الدوله وعلى الاجهزه الامنيه كلها اللي صارت وعلى الاجهزه الاداريه يجي نسلم المؤسسات السياسيه. يعني بكل صراحه عم نوافق على الغاء الحياه الديمقراطيه والحياه السياسيه بلبنان. هذه مش وارده، يجب ان يدرك الجميع انه مجلس النواب يجب ان يكون متوازن حتى لو سموه البعض محاصصه او مش محاصصه. بالنهايه هي عمليه سياسيه بظرف استثنائي، وقبل ما يتعالج الظرف الاستثنائي اللي اسمه السلاح لن ما حدا يتامل انه في اصلاح سياسي حقيقي بالبلد. دكتور فتفت، انتم كفريق 14 اذار اليوم متهمين يعني بين مزدوجين الى انه عم تحرضوا مثلا مثل ما حصل امبارح باتصال اوباما برئيس جمهوريه. هذا المجتمع يعني الدولي والغربي وكمان حتى منهم بعض الدول الاقليميه للضغط على الداخل في اتجاه يعني محاصرة حزب الله أو ضغط على حزب الله، وأيضا في اتجاه يعني دفع الأمور إلى ما إلى ميلتكم، دفع الدف إلى جهة. يعني هذا كلام، معلش هذا كلام في افتراء كتير كبير. نحن عم نحرض المجتمع الدولي، مجتمع الدولة عم يلتقي مع كل الناس بما فيها مع حزب الله. خلينا نكون واضحين، الأوروبيين عم يجتمعوا مع حزب الله والكل، وعنده رسالة ذاتها لكل الأطراف، يجب المحافظة على الاستقرار، يجب المحافظة على المؤسسات السياسية، وإذا أمكن على المهلة الدستورية والمحافظة على الانتخابات. وهي الرسالة عم تجي لكل أطراف بدون استثناء. ونحن شفنا كتير، وشفنا السفير السوري عم يطلع يحكي بالمنابر، والسفير الإيراني عم يتجول، وكل الناس عم تتدخل للأسف، لأنه نحن حلقة ضعيفة بهالشرق الأوسط الملتهب. فطبيعي اللي عم يصير. يعني سخيف اللي بيقول أنه شو بتجتمع أمن العامة 14 أدار دغري بيستنفر أوباما بالبيت الأبيض، هذا كلام ما حدا بيقبض. ونحن بيقبضوا جد في مصالح للمجتمع الدولي، هو عم يحافظ على مصالحه ونحن عم نحافظ على مصالحنا. القوات منع إدارة عم تحافظ على مصالحها. بدنا نكون كتير واقعيين بطريقة دراسة الوضع الحالي لنقول بكل صراحة نحن قدام أزمة كبيرة مرتبطة بكتير أمور. بدنا نوجد نوع من سلة متكاملة لحلول لتخلي لبنان خارج النار الملتهبة المحيطة فيه. وكان نحن عنا اقتراح من سنتين وما حدا سمعه، لما قلنا سكروا الحدود، بعتوا انشروا الجيش على الحدود اللبنانيه السوريه، استعملوا قوات اليونيفيل اذا ممكن قادرين تضبطوها كلها، ما حدا سمعوا. اليوم عم نشوف الالتهابات وين عم تروح. لاك حال يعني عم تحكي عن الوضع الملتهب، صار عندنا امبارح بطرابلس شفنا شو صار. بعرف. وبرايك مرتبط يعني بما يحصل في سوريا خاصه بمعارك القصير؟ يعني شئنا او ابينا تدخل حزب الله في سوريا، قالها بالساحه اللبنانيه، التدخل العلني اللي صار اليوم منشور باحدى جرايد اسامي 40 قتيل من حزب الله. يعني في مشكله كثير كبيره دخل فيها لبنان نتيجه تصرف ارعن من طرف سياسي قرر يفوت بمعركه من لبنان ما له دخل فيها ولا هو طرف. حول المقاومه بالاول من مقاومه وجه اسرائيل لميليشيا تسعى الى السلطه، والان عم يحولها لمقاومه لميليشيا اقليميه تنفذ البرنامج الايراني للاستيلاء على المنطقه. يعني فنحن امام مشكله كثير كبيره، ما فينا نجزئ المشاكل ونقول هيدي حلوها وهيدي اتركوها. في موضوع بده حل حقيقي، او على الاقل تجميد وضع بهالمرحلة لنقدر نجتاز هالكام شهر الصعبين. نعم، شكرا لك نائب دكتور أحمد فتفت على هالمداخلة. أستاذ حسن، عندك تعليق يعني على اللي قاله؟ أثار عدة نقاط دكتور فتفت. من بدك نبلش؟ من بدك نبلش؟ كان واضح دكتور فتفت بنقطة، موضوع أنه في توازن حالي ما بدنا نكسره. يعني بانتظار امر ما، يعني هلا اخر جمله يعني قصده يقول يعني ابقاء الوضع على ما هو عليه. هلا ربطها بموضوع سلاح، اذا بدنا نربطها بموضوع سلاح هو 14 بالاول، اذا بدنا نقول رغبه كل القوى يعني انه اكثر شيء اذا فينا نحافظ على ستاتيكو معين يعني حتى ما صحيح. فاذا بدنا نربطها بموضوع سلاح بدنا ننطر كثير يعني سنين ويمكن عقود حتى ما بعرف، بس انه واضح هذا الموضوع انه
او بدهم قانون يعيد انتاج قانون مجلس النواب ذاته بتوازناته الحاليه او التمديد او الذهاب الى التمديد. نرجع نحن دوله فاشله، الطبقه السياسيه الكريمه بهذا البلد وصلتنا لانه نصير دوله فاشله وبدها تفوتنا بازمه اخرى، بازمه جديده، كل يوم بدنا نفوت بازمه جديده. من 2005 لليوم نحن ما في عنا لا قانون احترم لا موازنة عامة أصدرت، البلد الوحيد بالعالم. لأن شوي قلت أنه يمكن خاصة عنا بموضوع القوانين تصل، لا بأمريكا من كم شهر شفناهم بأزمة الديون بقيوا لآخر دقيقة قبل انتهاء المهلة لحتى تفقوا الجمهوريين والديمقراطيين. بتصير وين ما كان، بس بالآخر في نظام ماشي. نحن بلد ماشي بدون نظام، النظام الطائفي الموجود فيه هو أقوى من القوانين وأقوى من الدستور وأقوى من الإرادة الشعبية وأقوى من الأكترية والأقلية. عشان بحكي أكترية وأقلية طائفية، يعني إنه إذا في فريق عابر للطوائف هو أكترية بالبلد ما بيغير شيء، يعني أخذ أكترية مجلس نواب أو ما أخذ، يعني كلها بتفه هذا النظام، يحول كل مؤسسات الدولة إلى مؤسسات تافهة وما إلى معنى. وفي شيء حاكم غريب عجيب يمكن ما في له مثيل بالعالم. بموضوع طرابلس، يعني حكي الدكتور فتفت بعتقد هذه الجوله ما بنرجع بنرجع لهم، يعني هلا مش رح نعلق نقطه على كلام دكتور فتفت. كنا عم نحكي يعني لانه بموضوع كمان انه الانتخاب عم نحكي انه بالحسابات المعموله اذا حصلت انتخابات او ما حصلت، اذا يعني لكينا اذا حصول انتخابات وفق الستين لا يحقق الاكثريه لقوى 8 اذار في المجلس النيابي، اذا من مصلحه 8 اذار الا تجري الانتخابات، مش هيك كمان؟ مش بس بسبب انه ما بتاخذ اكثريه، يعني انه الرئيس بري بيشوف هيدي النظره اللي عم تتفضل فيها هي ذاتها، انه بما انه ما رح نقدر نجيب اكثريه ليش بدنا نروح على انتخاب. حزب الله مش كتير فارقه معه، اكيد بهمه انه ما يصير في توتر. ليش مش فارقة معه؟ يقال مثلا، وقال الدكتور جعجع اليوم بحديث للأخبار إنه حزب الله لا يريد الانتخابات لأنه مشغول بسوريا، يعني هو يدير معارك منخرط في المعارك في سوريا، مشغول بهذا الوضع، يعني ما إنه فاضي. وأزمة حزب الله وحدة من حسناته الرئيسية إنه العالم ما بتعرفه كيف بيفكر، وإذا مشغول بسوريا بيشتغل على 7 جبهات، يعني وإجراء الانتخابات شو بده؟ الماكينة الانتخابية موجودة كل الوقت عند حزب الله، 4 سنين كل 4 سنين بيشغلها، يعني هي موجودة، هو هيكله التنظيمي بيتحول لماكينة انتخابية، هيكله التنظيمي اللي ما له علاقة لا بالعسكر ولا بالأمن ولا بأي وحدات جهادية بالحزب. يعني حزب الله ما بده انتخابات مش لأنه مشغول بسوريا، ما فارقة معه بكل بساطة، يعني منه، يعني عقله صحيح انه بسوريا بس ما فرق معه صارت انتخابات او ما صارت انتخابات. بس ليش بده يعطي يعني الفريق 14 اذار فرصه يعني الحكم او انه فرصه انه يحصلوا على الاكثريه لاربع سنين تانيين؟ يعني هو ناطر يعني ناطر كمان، يعني انه البعض عم بيشوف انه اللي عم يدعوا للتمديد لسنه واكثر لسنتين لانه حتى رابطين الوضع بسوريا بانتظار حتى الانتخابات اللي بدها تصير بكره ب 2014 بسوريا، شو تطورات الوضع كلها. صحيح. بس اللي عم اقوله انا انه حزب الله مش فارقه معه لانه حتى لو رحنا على انتخابات وهيدي الانتخابات اعاده انتاج اكتريه لفريق 14 اذار، هي ما حتكون اكتريه، حيكون مثل هلا 59-60 وبالنص في النائب وليد جنبلاط وقوى 8 اذار عندها شيء 57-58 او نفترض 63. بده يبقى النائب وليد جنبلاط بالنص، يعني هو العامل المؤثر بقلب ترجيح كفه اي طرف على الثاني. فما شفنا 14 أدار أخذت الأكترية بال 2005 وأخذت الأكترية بال 2009 وما قررت تحكم، يعني صار واصل لنتيجة حزب الله إنه ما حدا يقدر يحكم البلد لا هو ولا غيره. يعني هذا التركيبة العجيبة بالبلد ما حدا رح يقدر يحكم. بس إذا واصل كمان لهالاستنتاج مفروض كان إنه يعني هالأمر إنه يسهل التوافق، إنه غريب إنه إذا كل فريق عارف إنه ما في يحكم وحده، طب ليش مش عم يسهلوا التوافق؟ قال كلمة كمان دكتور أحمد فتفت اليوم مضال مستشهد فيه كل الحلقة. قال كلمة إنه نحن بموضوع السلاح، بوجود السلاح ما بنقبل نسلم البلد للطرف الثاني او لحزب الله او نسلم المؤسسات، هيك شيء بهالمعنى الناس التعبير الحرفي اللي قالوا من دقيقتين ونسينا. المهم انه
رأيي هذا الكلام هو تعبير عن شيء حقيقي عند 14 أدار. 14 أدار تعرف أنه هي أقلية بالبلد، يعني إذا نحن رحنا بكرة على لبنان دائرة واحدة مع النسبية، تعرف أنه فريق 8 أدار، تحالف 8 أدار، تيار وطني الحر بيقدر يجيب أكثر من 70 نائب لوحده بدون النائب وليد جنبلاط. ولكن تيار المستقبل وقوى 14 أدار أخذ قرار أنه ممنوع أن تعبر الحالة الشعبية المؤيدة ل 8 أدار وتيار الوطن الحر لهذا التحالف ممنوع أن تعبر عن نفسها. حطوا هن عنوان اسمه بوجود السلاح. نعم. يعني هو هن تعايشوا مع السلاح قبل، والسلاح وصلهم لأنهم ياخذوا الأكترية بال2005، والسلاح لما دخل بلبنان بالداخل، لما هن بيقولوا أنه اندار على الداخل اللبناني بال2009 لم يفرض قانون انتخاب حتى، يعني كان في حزب الله يوما يفرض قانون انتخاب اسمه لبنان دائرة واحدة مع النسبية. نعم. ولكن يوما ما فرض قانون انتخاب لأنه كان استعمال السلاح بالداخل مرتبط بالقرارات اللي أخذتهم الحكومة ومرتبط بالدفاع عن السلاح. يعني هذا العنوان اللي حاطينه تيار المستقبل كتير صادقين بالتعبير عنه هن. نعم. بوجود قوة اسمها حزب الله لن نسمح لها بأن تعكس التأييد الشعبي الذي تحظى به في المجلس. هو بمعنى آخر لن نسمح للمحور، إذا بدك تقول الإيراني السوري، يعني هذا المحور هو بمساك الوضع في لبنان. يعني هذا الصراع أبعد من أنه حزب الله تيار مستقبل. ما هو حزب الله بما يمثل، يعني حزب الله هو جزء من محور كبير طويل عريض من طهران لما بعد غزة. يعني مظبوط. طبيعي. وهذا اللي مش قبلانينه، يعني حتى لا هن مش مشكلتهم معه انه هو جزء من محور. ما هن جزء من محور. ما الرئيس فؤاد استنيورا بال2006 2007 وقت اللي وجه رسالته للملك عبد الله قال له نحن خط دفاعكم الاول. انه الرئيس فؤاد استنيورا عم بيقول هيك عن الملك عبد الله، عن هذه المملكه الشديده التخلف واللي عامله اسوأ نظام حكم بالتاريخ. انه بالتاريخ الحديث عم بيقول له نحن خط الدفاع الاول عنكم، انه خط دفاعكم الاول. فانه ما هن يعني غرقانين بمحور اخر، وشفنا وثائق ويكيليكس وعم نشوف ادائهم السياسي اكثر بكثير من الطرف الثاني. الطرف الثاني بيقدر يمون على حلفائه برا اكثر بكثير ما هن بيمونوا عليه بالاشياء الكبيره خاصه، مش بالتفاصيل الصغيره. بس يعني بس في خيال. انا قصدي اقوله بس عفوا في عناصر ايه انه يظهروا هذا يعني هالفكرة انه انتو جزء من محور وانتو جزء من محور، هيدي خلاص نخلص منها. هي حرب محاور بلبنان. هي حرب محاور مزبوط، بس عمول استخدامها بالخطاب السياسي شيء بلا معنى. يعني انه امبارح عارفين نحن انه حزب الله جزء من محور كبير، وعارفين انه تيار المستقبل جزء من محور كبير. انه امبارح رسالة اوباما هي في هذا بتصب بهالخانة، يعني لمنع ذهاب لبنان في الى قبضة يعني هذا المحور. كل فريق طبعا بده، كل محور بده يحاول يعني انه ما يخلي لبنان يروح بالاتجاه المعاكس. صحيح. وبالتالي يعني هذا شيء طبيعي، يعني مثل عم بيصير بسوريا هلا نفس الشيء. شو انه نفس في صراع محورين وكل طرف ما بده يمنع سوريا تروح على المحور الاخر. بجد هيك افضل شيء هلا بلبنان الابقاء على الوضع كما هو. ابقاء على الوضع، بس في نقطه كثير مهمه برايي. هلا يروحوا يعملوا انتخابات. في تقريبا شيء مليار مليار ونص دولار بيندفعوا. في ايه بدهم يدفعوا بالاخر مضطرين. اذا مش مليار دولار 200 300 مليون دولار. في كم مفتاح بيستفيدوا، في كم يعني كم مطعم بيرجعوا بيشتغلوا، سيارات، تاكسيات، محلات تليفونات، نعيش من اجراء الانتخابات. ما بعرف اذا رح يكون في مصاري. الكل عم بيقول انه هاي الانتخابات ما فيها مصاري، ما حدا مستعد لا يحط مصاري بانتخابات. ما رح تغير شيء، يعني انه ما رح تغير كثير. بس لازم نكون من دعاة الالتزام بالمواعيد الدستوريه بس لهذا السبب، يعني مش لسبب ثاني. مش انه ما بتفرق اذا عملنا انتخابات او ما عملنا على مستوى الانتظام العام، تفرق هون بس. يعني طب خليني توقف مع فصل اعلاني وارجع تابع انا وياك ونحكي في كمان اكثر يعني عن هذا البعد، اذا بدنا نقول الاقليم الدولي في الازمه اللبنانيه، خصوصا امبارح مع دخول الولايات المتحده عبر رئيس باراك اوباما على هذا الخط. فصل اعلاني ونتابع.
وانا اعود لمتابعه نهاركم سعيد مع استاذ حسن علاء. استاذ حسن يعني قبل ما نفوت بموضوع اذا بدنا شوي الاقليمي بموضوع انتخابات اذا ما اقول التمديد لمده سنتين، ليش الرئيس بر يعني متحمس لهالفتره تحديدا فتره السنتين وعم بيجرب قد ما في يعمل اتصالات؟ يعني وقت سالنا الدكتور فتفت هون تنرجع نستشهد فيه يعني وسالناه عن موضوع اللقاء اللي حصل امبارح بين نائب علي حسن خليلي والرئيس سنيورا، هو اللي حاول اقناع المستقبل بيصير اكثر من 3-4 أشهر أو 6 أشهر يعني بالتمديد. ليه بده سنتين الرئيس بري؟ شو بده سنتين؟ كلهم بدهم سنتين ما عدا الجنرال ميشيل عون باس، يعني الوحيد اللي ما بده انتخابات بعد بده الانتخابات تصير هلا هو الجنرال. ايه غير بس هيك اللي عم بيدفع بتجاه سنتين هو الرئيس بري والباقيين ما بيعارضوا يعني انه صحيح. هلا النائب وليد جنبلاط يعني مثل ما مثل ما بيقول حدا من المقربين منه انه مثل اللي مضيع جحش خالته، لقاه بيغني وما لقاه بيغني، يعني صار انتخابات بده يرجع نفس التوازن نفس الحصه ياخذها ونفس الحجم بال بمجلس النواب ونفس الدور بمجلس النواب، وما صار انتخابات هو عم يلعبوا هلا لهذا الدور. الرئيس بري كمان إذا صارت انتخابات بيكون أجل المشكل بالبلد، يعني يكون حافظ على الستاتيكو الحالي لسنتين بانتظار جلاء الصورة بسوريا لحتى تكون مرقت الانتخابات الرئاسي عنا بال 2014 إذا صار في انتخابات وما رحنا على فراغ كمان، أو إذا ما صار في تمديد أو تجديد. تيار المستقبل كمان مناسبه الوضع الحالي بعد ما سقطت حكومة الرئيس ميقاتي، وهلأ مرتاح تيار المستقبل إنه عملياً عنده شبه أكترية، ما عنده أكترية بس بقلبة النائب وليد جنبلاط الأخيرة عنده شبه أكترية، فمرتاح على وضعه ما حيتغير شيء إذا صار انتخابات، فما مشكلة منروح على سنتين. هي السنتين بس المقصود فيها تمرير انتخابات رئاسة الجمهورية زائد انتظار الوضع بسوريا. كمان القوات والكتائب على الارجح ما عندهم مشكل، مش على الارجح يعني اعلنوها انه ما في مشكل، لا بلا عندهم مشكل عم يربطوا بتمديد تقن يعني 6 أشهر ماكسيموم تنتفق قانون انتخابات مش اكثر من هيك يعني. هلا هن عارفين كثير منيح هذا الحكي اللي بيقولوه بالعلن، بس بالصالونات ما عندهم مشكله تتاجل الانتخابات سنتين، اكيد ما عندهم مشكله. ونهار السبت بجلسة لجنة التواصل اللي صارت اول حدا حكي عن التمديد هو النائب سامي جميل، هو اللي فتح سيرة التمديد. وهن بيعرفوا كتير منيح انه ما في مجال للاتفاق على قانون الانتخاب، اللي صار له عم بضيع وقت سنة ونص وسنتين قبل ما يتفق على قانون الانتخاب ما رح يجي هلأ يتفق ب3 أشهر و4 أشهر، ما حيتغير شيء لحتى يعني تتغير آراء الناس بقانون الانتخاب. ما حدا بده انتخابات هلأ، ما حدا مستعد لها كماكينات، ما حدا معه مصاري بعد يعني، وحتى لو اجوا المصريات ما رح يلحقوا يصرفوهم بالأماكن اللي هني بدهم إياها. فالكل مناسبه الموضوع السنتين يعني ربطهم بانتخابات رئاسة الجمهورية وربطهم بالملف السوري. بس كمان يقال إنه الرئيس بري كمان بده يضمن إنه هو يبقى في رئاسة المجلس يعني على الأقل لسنتين. ما هيدي قصة رئاسة المجلس مثل إنه مين بيحكم البلد، هي ذاتها بتحكمها توازنات، ما يعني خلينا نكون شوي عاقلين إذا بدك عقلانيين. لا عاقلين. عم بحكي عن حالي مش عنك. إنه بالآخر فريق 8 آذار هو أكترية بهذا البلد، إذا صار في انتخابات على أساس لبنان دائرة وحدة مع النسبية أو أي نظام نسبي جدي يلي بيرفضوه قوى 14 آذار بيرفضوه، مش لأنه كرمال السلاح، لأنه بيجيب 8 آذار، لأنه بيعطي أكترية لـ8 آذار، تحالف 8 آذار التيار الوطني الحر، بيعكس الجو الشعبي يلي بيتمتع فيه تحالف 8 آذار والتيار الوطني الحر بأكترية. تمثيل الواقع يعني اللي بيحكي عنه السيد حسن نصر الله، مش بس السيد حسن نصر الله، الجنرال ميشيل عون كمان حكي فيها إنه في بالانتخابات الماضية 100,000 أكثر من 100,000 صوت عطوا زيادة لفريق 8 أدار عن 14 أدار، طبيعي بلا يتغير سلوك الناخبين كلهم إذا صار لبنان دائرة وحدة مع النسبية أو استخدام النسبية بأي تقسيمات اللي كانت، ولكن بيبقى أنه فريق 8 أدار هو أكترية بالبلد. فما فيهم أنه ما بدهم يعطون قانون انتخاب، ما فيهم يضغطون لدرجة خاصة للرئيس بري يجوا يهددوه بموضوع رئاسة المجلس. أصلاً
هن بيعرفوا انه نائب وليد جنبلاط هيدي النقطه ما بيتخطاها. قد ما وصل المشكل بينه وبين الرئيس البري على الارثوذكسي بعتقد ما كانوا مختلفين لدرجه انه توصل القطيعه بيناتهم لحد عدم التصويت للرئيس بري بالانتخاب بعد الانتخابات اللي جاي. يعني ضمانتها هيدي بالنسبه للرئيس بري هي النظام الطائفي الموجود يلي بيمنع فريق يحكم بالسلطه التنفيذيه ويلي بيمنع كل فريق يتعدى على ما يراه الفريق الاخر هو مزرعته. يعني كل طرف عنده رئاسه الحكومه، رئاسه مجلس النواب، رئاسه الجمهوريه، هلا بيزعلوا مزرعه، هي مزارع يعني مزارع طائفيه، فما حدا بيتعدى على مزرعه الثاني، على اقطاعيه الثاني. وفي النائب وليد جنبلاط ما في خطر يعني بهذا الموضوع، ما بعتقد كتير عنده اياها اخذها كتير بالحسبان الرئيس بره. بس عم تربط كمان موضوع رئاسة الجمهورية، هيدا المجلس يعني هو رئيس بري نفسه قال هيدي مش بس انتخابات نيابية، هي انتخابات رئيس الجمهورية، لأنه أي مجلس سينتج عن هذه الانتخابات هي قبل ما يختلفوا. يعني هو المجلس اللي بده يجيب رئيس الجمهورية بال 2014، وبالتالي مع احترام للتقدير كمان للرئيس بري، بس انه مش النواب اللي بيجيبوا، مش مجلس النواب ولا النواب اللي بيجيبوا رئيس الجمهورية. مين بيجيبوا؟ لبنان في توازن اقليمي ودولي، هو بيجيب رئيس الجمهورية. يعني ما بعتقد فريق 8 اذار كان مغروم بالرئيس ميشيل سليمان وقت اللي كان قائد جيش وانه قبل بالاخر بتبني. يعني فريق 8 اذار كان منتصر عمليا على الارض بعد 7 ايار بالداخل اللبناني، وبس راح بده ينتخب رئيس جمهورية راح انتخب المرشح يلي اعلنوه فريق 14 اذار وقت طلع اعلنوا النائب عمار حوري. يعني كان العماد ميشيل سليمان كان مرشح فريق 14 اذار، واضطر فريق 8 اذار المنتصر انه يروح يتبنى. مش مجلس النواب اللي بيجيبه يعني. انه حتى لو صارت انتخابات، حتى لو فريق اخذ اكثريه بيقدر يجيب رئيس، ما بده تلتين يعني، بده 86 بس. رح يكون بعد سنه يعني يعني هل توافق او هل الاتفاق الخارجي موجود تيجي ينتج رئيس؟ هو هون رهان بعض الشخصيات مثل الرئيس بري، مثل النائب وليد جنبلاط، مثل الرئيس نجيب ميقاتي اذا كان بعده بمجلس النواب، يعني اذا في حال صارت انتخابات. رهان على تسويه اقليميه ما بدات بشائرها بالحديث الامريكي الروسي عن جنيف 2. هلا انه يكون بعد سنتين تبلور شيء او بال 2014 تبلور شيء يقدر يوصل لانتخابات جديده برئاسه الجمهوريه، ولا كمان الرئاسه مهدده بالفراغ طبعا. وعشنا فتره يعني من 2005 لهلا نحن عايشين فترات قياسيه بالفراغ برئاسه الحكومه، برئاسه الجمهوريه، بالاداره العامه كلها، بكل الاجهزه الامنيه. هلا مجلس النواب مهدد والاجهزه الامنيه صحيح. ايضا يعني على صحيح على الطريق يعني بالجيش. كمان صحيح. فنحن بنتعايش مع الفراغ لسبب انه النظام اللبناني مركب بطريقه انه بيخلي الاجهزه التنفيذيه والسلطات كلها، السلطات الثلاثه يعني التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه وازرعتها التنفيذيه، هي شكليه، هي شكل يعني شيء شكلي. يعني ما عندنا قانون، ما عندنا دستور، ما عندنا ما في اي ناظم للحياه السياسيه الا علاقات الطوائف بين بعضها. فوين المشكله اذا صار في فراغ برئاسه الجمهوريه؟ وين المشكله اذا صار يعني انا ما عم حاول بسط الامور، بس الوضع عندنا سيء لدرجه انه واذا صار في فراغ برئاسه الجمهوريه. في سؤال كمان في سؤال يعني كمان بينطرح، وهو عم بي يعني لانه فريق 14 دار هو عم بيتهم في فريق 8 دار انه يريد هذا الفريق وصول الى الفراغ. هل فعلا يعني بده الفراغ فريق 8 دار؟ يحرجوه لفريق 8 دار ويعطوه قانون انتخاب مش مثل اللي اخترعوه هذاك النهار بالاتفاق الثلاثي. يعني عملوا قانون انتخاب بيعطيهم شي 75 نائب ل 14 اذار، والنائب وليد جنبلاط مركب بطريقه يعني ذكي اللي مركبه انه ساحق ماحق، يعني ما بيدرك لهم ل 8 اذار مجال انه يتنفسوا حتى بالنسبيه. نعم يعني مثلا انه المقعد السني بالعرقوب، انه اجوا عملوا المقعد السني الثاني بصيدا اكثري، مش كرمال بس ينجح الرئيس فؤاد السنيورة، لا، حتى يكون عندهم قدرة انه يأخذ المقعد السني بالعرقوب يلي هو عن نسبية. يعني تركب بطريقة ما بيقدروا خصوم 14 خصوم تيار المستقبل
الا انهم ياخذوا نائبين من 27 عند السنه ونائب منهم بده يطلع باصوات حزب الله بالبقاع الشمالي. ف يعني يعطون قانون او يروحوا معهم على اتفاق الحد الادنى بيشوفون انه بيروحوا مثل الشاطرين على الانتخابات فريق 8 ادار يعني. وهلا بعدين الجنرال عون عم بيقول بدي الانتخابات بوقتها. بالعكس هن يعني على الاقل في عند فريق 8 ادار اللي هو بتحالف 8 ادار والتيار اللي هو الجنرال عون عم بيقول بدي الانتخابات بوقتها، هو الوحيد اللي جدي بهذا الطرح والوحيد اللي جدي برفض التمديد. لأنه الوحيد اللي حاسس حاله مستفيد يعني من إجراء الانتخابات. صحيح. وبس يعني يقال أحرج بهالموضوع حزب الله وأمل وحركة أمل بموضوع الخطة الذهاب بقانون الستين يعني إلى انتخابات بقانون الستين، لأنه هن رافضينه، كانوا حتى رافضين كانوا يترشحوا وفق قانون الستين، هلا رح يترشحوا. رأيي ولا مرة انطرحت عندهم جديا بخلاف ما أشيع وبخلاف ما انحكى عنه بالإعلام وبالجرائد أنه كان حزب الله وحركة أمل مقررين ما يترشحوا، لا كانوا مقررين يترشحوا على الستين، وحتى لو كيف ما كانت الانتخابات بدهم يترشحوا، طالما الطرف الآخر ماشي بالانتخابات بدهم يترشحوا. إحراج لحزب الله جد، أنه حزب الله مش فارقة معه. عن جد مش فارقة معه، صارت انتخابات او ما صارت انتخابات ما بيأثر. بيعرف حزب الله انه توازن، انه ما يضمن له ما بعرف اذا بنسميه حقوقه او وضعه الحالي او التوازن اللي حافظه، ما له علاقه بمجلس النواب، ما له علاقه بعشر نواب لقدام وعشر نواب لورا. نرجع من عيده، المؤسسات في لبنان هي مؤسسات شكلية، ما تأثر على توازنات الطوائف. حزب الله مش فرقني معه يعني، وخاصة لأنه عارف أنه هو يعني عنده من القوة ما يكفي يعني، عندما كل لحظة يقول ما تجربونا يعني شو أنه لا هو قال ما تجربونا مش بالسياسة، قال ما تجربونا بالأمن. 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 طيب شو يعني؟ إيه بس يعني مش بالسياسة يعني. ما تجربونا بالسياسة حتى ما نستخدم الموضوع الأمن، مش هيك؟ ما بالك يعني نعطي مثل حتى بالانتخابات قصة ما تجربونا. نعطي مثل حتى بسبعة أيار، عندما استخدم حزب الله سلاحه بالداخل لم يفرض قانون انتخاب. يعني قانون انتخاب اللي هو بده إياه ما فرض، راح على لعند مرشح 14 أدار لرئاسة الجمهورية. كمان بيعرف الحدود، يعني حدود قوته بيعرفها حزب الله. فهو بيعرف شو اللي بيضمن له بقائه، وبيعرف كمان حدود قوته. اضطر يعني انه بلم يعني. او هلا بتقول لي مثلا اوقات في بعض التلميحات اللي بتصدر بالصحف ومنهم مثلا عبر جريده الاخبار، عبر الزميل ابراهيم يلي شو الامين اي مقال بالضبط؟ مش حافظته، بس الاسبوع الماضي بعت اللي وجه فيه رساله للرئيس تمام سلام. للرئيس تمام سلام، شو ملوحوا ب 7 ايار يعني؟ لا مش يعني يوم جد هذا الموضوع، لا ذكر هو 7 ايار شو ذكرها باخر يعني باخر جملتين. يوم هذا المقال تاني يوم كثير استغربنا ردة الفعل اللي صارت عليه. ليه؟ لأنه إبراهيم كان عم بيحلل، هلأ هو طبيعته لإبراهيم الشخصية وكيف بيكتب وكيف العالم تقرأ هو كيف بيكتب بتخلي هيك مقال ينقرأ أنه هيدا رسالة من حزب الله واجتماعين قبل بنهار والسيد حسن نصر الله وقاسم سليماني وما بعرف مين وعم بيخططوا لهيك مقال، يمكن هيك في ناس بيشوفوها. لا هو كان عم بحلل، عم بيقول انه لنفس النقطة انه التوازن الحالي بخلي اي قفز فوق موازين القوى الحقيقية بيوصل لأزمة، اما أزمة مثل اللي صارت مع الرئيس سعد الحريري واما 7 ايار. يعني هو عم يعملها كقراءة تحليلية يعني. هلا حتى بدك تستغربي انت مع انه صديقك ابراهيم يعني ما بدك توثقي فيها. بس يعني انا كرمال الناس اللي يعني لانه انتم متهمين او انه انتم بتعبروا بالنسبه للراي العام عن توجهات فريق 8 ادار. مش طب لاخر الشيء يعني اللي مزبوط. بس انتم معروف يعني معروف جريده الاخبار انها الى حد ما تعبر عن هذا التوجه السياسي. لا نحن واضحين بالسياسي وين يعني، بس نحن بنعبر، لا ما من يعني ما بنبعث رسائل، بس انه حتى اخر جوله هلا اللي صارت الرسالة اللي اعتبرها النائب وليد جنبلاط رسالة أمنية ما طلعت بالأخبار. نعم. هلأ سب الأخبار هو، بس أنه هي ما طلعت بالأخبار، طلعت محل تاني. بس أنتو جسمكم لبيس. هو بيحبنا، بيحب إبراهيم تحديدا. طيب
بأي حال يعني على كل حال يعني قصة استخدام السلاح بالداخل كمان هون بنرجع بنقول إنه هل حزب الله بيفتح أكثر من جبهة، إذا مش جبهة سياسية جبهة أمنية، يعني بيحارب بسوريا بيهدد إسرائيل أيضا إنه نحن رح نفتح جبهة الجولان ومستعدين نواجه بأي هجوم على لبنان، وبنفس الوقت يعني ممكن يفتح جبهة داخلية أمنية. هو ما بده يفتح جبهة داخلية بس إذا يعني اضطر، الأكيد إنه ما بده يفتح جبهة داخلية، ولكن إذا اضطر بده يدافع عن حاله. هلا بعد شوي بتقولي لي عم وجه رسائل، لا سأرجع أذكر بحكي السيد حسن نصر الله قبل 7 أيار، يعني نهار 8 أيار بعتقد الخطاب الشهير يلي قال فيه السلاح للدفاع عن السلاح، يوم قال إنه بما معناه إنه هن كحزب مجهزين حالهم لخوض أكثر من معركة على أكثر من جبهة بنفس الوقت. يعني بعد تموز 2006 عاملين حساب لهن عسكريا عم بحكي لمعركة داخلية بنفس الوقت يكون في عدوان إسرائيلي، عاملين حسابهم للقتال على 3 جبهات مش على جبهتين بس. فاللي بيفوت ب ما عم بقول انه حزب الله هو قوة عظمى لا يمكن قهرها، يعني هو الحزب الذي لا يقهر، ولكن هو طرف كتير قوي عسكريا، عنده قوة ضخمة، يعني قوة دولة هي حتى أكثر من دولة من ناحية العديد، من ناحية القوات الخاصة اللي عنده إياها، من ناحية القدرات، من ناحية القدرات اللي نماها من 82 لليوم. وإلا لشو يعني لشو بضلوا خايفين من هالقوة يعني 100%. فحزب الله ما بده معركة بالداخل أكيد، دولة ضمن مزرعة يمكن أو شبه دولة ضمن مزرعة. فحزب الله ما بده معركة أبدا بالداخل ولن يخوض معركة بالداخل إلا إذا فرضت عليه، وإذا فرضت عليه مش معناتها بالسياسة، مش بقانون انتخاب ولا بحكومة ولا ب ما بعرف شو قوانين تانية أو تعيينات، لا حزب الله بيستعمل بيدافع عن نفسه في حال كان وجوده بخطر أو في حال كان منظومته الأمنية والعسكرية بخطر بده يستعمل السلاح ساعتها، ولكن غير هذا السقف لن يستخدم السلاح. يعني هيك حسب معرفتي فيه. طب في جانب بس بيبقى بدي أسألك عنه بيتعلق بإذا بنقول الأثمان اللي ممكن يعني تندفع أو يطالبوا فيها الأطراف حتى يمشوا بمخرج معين لموضوع الانتخابات، لأنه نحكى عن موضوع أنه مثلا فريق 14 مع أنه نفاق الرئيس سعد الحريري، ولكن نحكى أنه يمكن نمشي بالتمديد بس بتعطونا الحكومة، أو على الأقل لحديت هلأ خلينا نقول في شروط موضوعة لتأليف الحكومة وسقف وضعه الرئيس تمام سلام لتشكيل الحكومة لن يتراجع عنه. هل مقايضة موجودة وهل فريق 8 أدار في وارد الدخول في أي مقايضة من هالنوع؟ وماذا لو مثلا حصل التمديد؟ شو بدي يعمل ساعتها الرئيس المكلف؟ وماذا لو شكل الحكومة وفق المعادلة اللي هو طرحها 8-8-8؟ يعني هل شو خلينا نقول هلا عم بسألك ناطق باسم 8 أدار انت بصفتك مو طالع على خلينا نقول خلفيات هالفريق. ما بعتقد فريق 8 أدار رح يدفع ثمن للتمديد، بالاخر في عندهم طرف اساسي لا يمكن تجاوزه هو التيار الوطني الحر، هذا الطرف يدعو الى اجراء الانتخابات بوقتها، فهن انه بشو بدك تهددهم، بشو بده يهددهم فريق 14 أدار بالانتخابات؟ ما عندهم مشكله، معقول ترجع بتعيد نفس التوازن، واللي حافظ التوازن العام بالبلد هو منه حجم الكتل بالمجلس النيابي، ففريق 8 أدار لن يدفع ثمن لتمديد لمجلس النواب. تيار المستقبل هو بيعرف بعتقد انه يطالب بالثمن وبيعرف انه ما راح يحصل عليه ثمن التمديد، لأنه أصلا التمديد هلأ بطل كله بإيده، يعني صار برعاية إقليمية مباشرة سعودية تحديدا، يعني السعودية والأمريكان هن اللي عم ياخدوا القرار مش فريق 14 أدار. يعني وقت اللي كان فريق 14 أدار بده فريق تيار المستقبل تحديدا بده يصير في حكومة أمر واقع، راح النائب وليد جنبلاط على السعودية وجاب كلمة السر أنه لا ما تعملوا حكومة هلأ، كملوا المشاورات، وكملوا المشاورات بغض النظر عن مين أقنع مين. فاللعبة مش كلها بإيدهم، يعني نرجع بالأصل عندك الرياض وواشنطن هن اللي بيحكموا. فموضوع الأثمان استبعد أنه يندفع ثمن، هلأ في محاولة لأنه يصير في توافق على التمديد
وعلى شكل الحكومه بنفس الوقت. هذا يعني الرئيس نبيه بري اكيد بيسعى لهذا لهيك جو، اكيد هذا اللي بيريحه. نعم. يعني ما بيريحه التوتر انه يضل ملف هون على الان وملف هون على الان. بس لحديت هلا علقان القصه يعني كله انه الفريق بين ادار ما ممكن يتنازل عن لا يعني لا بالحكومه ولا بالمجلس ولا بقانون الانتخاب الحكومه وحجم التمثيل ولا فريق 14 ادار او حتى رأي التشدد اللي حيصير هو بعد ما خصه بقانون الانتخاب شو بموضوع الحكومه لا رأي خاص يعني مش بعد ما في مؤشرات على هذا الشيء إلا عند بعض قوة تيار المستقبل بس لا حتى ممكن اعتبار اتصال باراك أوباما امبارح مؤشر عليه هو بعد معركة القصاير لن تنعكس إيجابا على الملف الحكومي بالعكس الفريق الآخر سيتشدد أكثر يعني أيوة. الفريق الآخر يعني بما أنه هون عم نحكي حزب الله والقصاير فالفريق الآخر بيطلع 14 أدار يعني السعودية أمريكا رح يتشددوا أكثر بموضوع الحكومة رح يتشددوا أكثر يعني في محاولة للتعويض يعني معركة القصير هي جاية ضمن سياق طويل ضمن مسار طويل في يعني هيك استعادة زمام المبادرة من قبل النظام السوري من قبل الجيش السوري هيها لأنه المعركة بتجي بهذا السياق أدار إنه هني هلا ارتاحوا للوضع يعني بعد للوضع بسوريا معركة القصير بعد ما انحسمت يعني بعد بكير تنحسم بس انه خلص في قرار اتخذ بحسم الامور بالقصير بالحسم العسكري بالقصير بدها تطول بدها تخلص بسرعة هذا بحث اخر بس انه اللي عم قوله انه النظام السوري عم يستعيد زمام المبادرة عسكريا فبرأيي سينعكس بلبنان بس كمان له مفعول يعني عكسي بلبنان هذا فينا نقول عنه هذا وجه من يعني آخر لمكاسب لحصول على مكاسب سياسية إذا بدنا نقول في الداخل أو يعني إحراج الفريق الآخر من خلال السلاح اللي استخدم مش بلبنان خارج لبنان بالعكس وأثر على لبنان عم أقول مش حزب الله رح ياخد مكاسب منها بالداخل عم أقول فريق 14 أدار رح يتشدد أكثر رح يكون مطالبه أعلى حتى ما يعطيل هالمكاسب رح يتشدد مش بس حتى ما يعطيل المكاسب لمحاول تعويض بلبنان عما يجري في سوريا شو يعني ما هي زيتها إيه عم لك مش بس لهيك كمان بده يحاول يعوض يعني معركة طويلة بنرجع نحكي كمان أكثر كمان بإمكانية توسع نطاق المعارك بعد اللي صار كمان حتى بطرابلس هل هي جولة وخلصت أم أنه مرشح الوضع للتفاقم أكثر على كمان وقع معارك القصير فاصل علينا ونتابع ونتابع نهاركم سعيد قبل ما نتابع نحن وياك استاذ حسن رح ننتقل الى طرابلس مع زميلي هدى شديد للاطلاع على الوضع اليوم بعد الاشتباكات العنيفه اللي حصلت امس واللي سقط فيها ضحايا خصوصا ايضا من الجيش اللبناني هدى موجوده بشارع سوريا الان نهارك سعيد هدى نهارك سعيد لكل ضيفك الزميل حسن وللمشاهدين مرحبا. يعني بدي أقول أنه كل مرة بعد كل جولة اشتباكات بنقف بنفس المحل بشارع سوريا وبنقول رجع الهدوء إلى مدينة طرابلس وإلى محاور الاقتتال ما بنعرف كيف بتبدأ ما بنعرف كيف بننتهي ما بنعرف على أي أساس امبارحة اشتدت الاشتباكات وصار هذا الاعتداء اللي صار بوجه الجيش اللبناني وأوقع له شهيدين وعدد من الجرحى ولا بنعرف كيف انتهت كل ما يمكن قوله أنه من الساعة 6 صباحا بدأ الجيش خطة انتشار واسعة على محاور الاقتتال يعني وأزال الدشم وفتح المعابر بين جبل محسن وكل المحاور المحيطة ليلة أمس كانت ليلة يمكن وصفها بأنها كانت عنيفة بحدة الاشتباكات ولكن من الساعة 6 صباحا لحد هلأ ما في ولا أي طلقة نار الجيش اللبناني يكثف دورياته بكل
هذه المنطقة وأيضا يعني مشط المنطقة وقام بتفجير بعض القذائف اللي هي من مخلفات الاشتباكات الأخيرة. أصحاب المتاجر بشارع سوريا البعض منهم إجا تفقد متاجره وكمية أو مدى الأضرار اللي أصابت متاجرهم. يعني حتى كل مرة بنتلاقى بأطفال هذا الشارع شارع سوريا من 2008 كنت أعرفهم أنا هالقد صغار، هلأ واقفين قسم منهم حد يمكن صار عمرهم 10 سنين أو 12 سنة أو 13 سنة، يلي كنا كمان نزورهم بفترات الأعياد نشوفهم عم يعملوا معارك ببوريد الخرز لأنه ربيوا على خطوط التماس ما بيعرفوا إلا لغة الاقتتال، ربما ما بيتسنى لهم يروحوا على المدارس مثل ما لازم، بالإضافة طبعا إلى أهمال الدولة اللبنانية. بكل مرة يعني بكل مرة بنسمع صار في جولة اشتباكات، صار في أضرار كتير كبيرة، الأهالي الساكنين على خطوط التماس ما بيتركوا بيوتهم، بيتخبوا ببيوتهم والبعض منهم بينصاب بهالبيوت هيدي، حتى بتجي الهيئة العليا للإغاثة بتكشف، لحد هلا يمكن مش أخدين تعويضات مش من آخر جولة اشتباكات، يمكن من اللي قبلها واللي قبلها مش أخدين بعد تعويضاتهم، حتى كانوا بفترات الأعياد يتمنوا لو تجيهم التعويضات حتى يعيدوا هن وأطفالهم، مش حتى يرمموا بيوتهم حتى يقدروا يطعموا أولادهم. نعم. طب بس هدى عمليا يعني على اي اساس وقفت هالاشتباكات؟ حقيقة ما حدا بيعرف كان في صار في اتصالات بالأمس مبارح بعد يعني خلال الاجتماع اللي انعقد بمنزل النائب محمد عبد اللطيف كبارة وأيضا بالاتصالات اللي صارت بين رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي وقائد الجيش وأيضا صار في اتصالات يعني بداخل المدينة مع شباب المنطقة مع جبل محسن من أجل عدم رفع أي سلاح بوجه الجيش اللبناني وترك مهمة فرض الأمن للجيش اللبناني، ويبدو أنه الجميع لحد هلأ التزم بأنه تسليم الجيش تنفيذ خطته لإعادة الهدوء إلى المنطقة دولي. إن شاء الله يعني يتثبت وقف النار، أنه هذا وقف نهائي، وقف إطلاق نار نهائي أو أنه هدنة ما قبل عودة الاشتباكات. يعني ما حدا بيقدر يخمن أو يتوقع بهالمجال هيدا إلى أين يمكن أن تتجه الأمور. يمكن القول أنه اليوم يوم هادئ منذ الساعة 6 صباحا حتى الآن، يمكن القول أنه اليوم يوم هادئ ما تخللوا أي طلقة نار لقنص ولا أي رشقات نارية مثل ما شفنا بالأمس. نعم، نتمنى اذا يستمر هالهدوء وما بقى نعد جولات يعني من المعارك، بنعد جوله 16 و17 يعني للاسف طرابلس هيك رح تبقى. شكرا هدى. يعني هذا الوضع بطرابلس هلا، امبارح حكى انه انفجر على وقع معارك القصير، يعني هو ارتدادات يمكن لما يحصل في القصير. شو خص طرابلس بالقصير؟ في هيك خلينا نقول الامور مثل ما هي بلا ما نعلق عليها هلا، بعد شوي بنعلق. بلش الجو من اول امبارح بطرابلس وعدد كبير من المناطق حكى بشكل واضح انه لازم نفتح معارك مع جبل محسن وبمناطق تانية ما راح يصير فيها معارك وما صار فيها معارك، بس تم التركيز على جبل محسن باب التبانه لأنه اللي كان عم يدعي لفتح الجبهة هوني كان عم بيقول حتى نخفف عن أهل القصير أو عن إخواننا بالقصير أو عن إخواننا المجاهدين بالقصير. في عقل غبي متخلف ما له توصيف تاني كمان، ده أفضل تعبير، بيعتبر أنه فتح جبهة على التباني جبل محسن يعني قتل فقراء التباني وفقراء جبل محسن، تشديد الحصار على جبل محسن وتجويعه سيؤدي إلى الضغط على النظام السوري أو على حزب الله. ما حدا فارقة معه طرابلس، يعني إذا أهل طرابلس بس كمان في نظرية أخرى بتقول العكس، يعني بتقول أنه هو يعني محاولة حرف أنظار على ما يحصل في القصير، يعني إلهاء اللبنانيين بطرابلس لحتى يعني مش شفناها حتى على الفيسبوك صارت تطلع الدعوات أنه افتحوا الجبهة مع جبل محسن حتى نخفف عن أهلنا بالقصير. يعني صار في امر هيك كتير يعني ما بده زكل الواحد يتوقعه، لا بده ليلى عبد اللطيف، يعني عادي كل ما يصير في ازمه مرتبطه بالشمال، يعني مثلا كمين تلكلخ فتحت جبهه مع جبل محسن، شادي المولوي كمان لانه مرتبط بسوريا فتحت جبهه مع جبل محسن،
هلا القصير نقال قبل، يعني كنا ناطرين للمعركه يعني، لانه شفناهم على الفيسبوك وحتى علنا وعلى التليفون. انا بدي اقول اذا كان هاي النظريه او هاي، كرمال هيك استعملت تعبير ما لازم نستعمله انه عقله غبي ومتخلف، مثل واحد عم بيقوس حاله باجره. يعني مين عم ينضر بالاخر بالواقع؟ اهل التبانه واهل جبل محسن. نعم. يعني ما حدا حاسب حساب الخط الاحمر الموضوع هونيك بطرابلس واللي عم بحافظ على الجيش. لا اذا كانت قصه فشت خلق يعني، هو ما يصير في مجزره. ما يصير في مجزره بس، غير هيك ما يصير في مذبحه يعني يروح فيها ألف شخص. غير هيك بدهم يتركون يتقاتلوا، عم بيقوسوا حال مثل اللي عم بيقوس حاله باجره. وبنرجع نشوفها يعني، كل ما يصير في حدث مرتبط بالوضع اللبناني بنرجع نشوفها، اللبناني السوري يعني بنرجع نشوفها. طب هون مسؤولية مين كمان؟ ايه ما هيها يعني هلا فريق 14 أدار بيقول هاي مسؤولية حزب الله اللي راح تورط بهذه المعارك. قبل ما يطلع اي عسكري وانت رح تقول لي هلا انه يحني كمان فريق 14 أدار عم بيقاتل بسوريا من قبل وبعد كمين تلكلخ وقبل كمين تلكلخ. ايه يعني ايه بس مش بلحد لح يعني، مش بقوة يعني الانخراط الحزب هو الفرق بيناتهم. فرق بين التدخلين انه تدخل حزب الله فعال، تدخل الاخرين غير فعال. هذا هو الفرق بس. يعني الطرف الاخر عم يبعث سلاح من 2011 مش من اليوم. بس ما بقولوا لك انه هول رح يغيروا مجريات المعارك، بينما تدخل حزب الله غير مجريات المعركة. صحيح. ما هذا اللي عم بقوله، قد يعني يحسم. عم اكد لك على كلامك انه تدخل حزب الله فعال، تدخل الطرف الثاني غير فعال. هذا الفرق بس. الطرفين عم يتدخلوا. اوكي نرجع لطرابلس. بطرابلس ما بدنا نضيع الالوان، يعني بيأذي اكثر بالداخل لانه له انعكاسات على الداخل. بعدك عم نحكي فيه قبل البريك كنا يعني. صحيح، بس كمان ممكن يكون له انعكاسات ايجابيه يعني. إيجابي كيف؟ بس هلأ بنرجع نوصل، هلأ بقول كيف إيجابي. بدي أرجع لطرابلس. بطرابلس كل ما حدا يحكي عن طرابلس لازم يحمل المسؤولية بشكل واضح. في عدد من الشخصيات المعروفين، حوالي 10 شخصيات، يعني الرئيس سعد الحريري، الرئيس نجيب ميقات، النائب أبو العبد كبارة، العميد عامر الحسن ومن وراء قائد الجيش، اللواء أشرف ريفي، الشيخ حسام صباغ، الشيخ سالم الرافعي. هودي طبعا الطرف الثاني رفعت عيد، هودي بيتحملوا مسؤوليه اللي عم بيصير بطرابلس. هن بيقدروا يولعوها وبيقدروا يطفوها، هن بيقدروا يفتحوا معركه وبيقدروا يوقفوها. طبعا كمان حزب الله له دور، بس حزب الله بيعرفوا حتى الطرف الثاني هم مين. كيف عم دافع عن الحزب هيك اليوم؟ هلا بنشوف شو بنعمل. فالمهم انه حزب الله عم يسعى للهدوء بطرابلس، بالعكس يعني، لانه حلفائه هن الطرف الاضعف. جبل محسن محاصر، جبل محسن كل ما يصير في معركه بيبقوا اسبوعين ما بفوت خبز الا اللي بفوتوا الجيش. اهل جبل محسن شغلهم برا جبل محسن، ما بيمنعون يظهروا اوقات، بيصير في اوقات حفلات تحريض مذهبي. هلا عم تتوجه حفلات التحريض المذهبي باتجاه الجيش يلي صار امبارح عم ينقال عنه انه هذا جيش جيش المجوس وجيش بشار الاسد وجيش الكفار، وصار ينحكى عن انشاءات بالجيش امبارح يعني، مثل نفس المعزوفه اللي كنا نسمعها بسوريا. اللي عم اللي سميتهم بيتحملوا مسؤوليه اللي عم بيصير بطرابلس. هن اللي عم يدفعوا مصاري للمسلحين، هن اللي بيعطون بيقولوا عم نعطيهم مساعدات اجتماعيه مساعدة. بس عم يشتروا سلاح. ايه بس انتم عم تعطون المصاري اللي عم يشتروا فيهم سلاح، وانتو بس بدكم بتضبون وبس بدكم بتفلتون. في غيرهم اللي سميتهم، في 4-5 غيرهم يعني. هودي هن المسؤولين، وهودي ما عم يعملوا شيء الا الاضرار بطرابلس. ماشي تاني يعني، حتى هلا انه قد ما نحكي بالموضوع ما بتفرق معهم. هن مثل واحد عم بيربي عنده وحش، وهذا الوحش بالاخر بده ياكله، وهذا الوحش ما عم ياكل شيء الا طرابلس. انه يعني في مدينه من اجمل المدن على هيدا الساحل كله، من الناقوره للإسكندرون، دمروها وعم بيدمروها وعم بيحولوها لقندهار. مش لأنه ناس متطرفين، لا، بس عم بيحولوها لمنطقة. سميتنا هودا عم بيت رسالة وجدانية، لا ما عم بحكي، مش عم بحكي وجدانية يعني. في أمر صحيح، ولكن خلينا نكفي لأنه حتى قبل ما يدهن حترجع تشتعل بطرابلس يعني، حترجع تشتعل أكيد. طالما ما انحسمت بعد أكيد حترجع تشتعل، في جولة جديدة من الأمور ستحصل فيه. طب مشان هيك هون عم بدي أرجع أسألك وردك على موضوع عم تقلي ممكن يكون انعكاسات هذا التدخل حزب الله في المعارك في القصير وغيرها في سوريا له انعكاسات إيجابية. كيف ما بشوفها كيف ممكن تكون إيجابية؟ في طرف أول شيء بنوصف القتال اللي عم بيصير بسوريا، هو قتال بين محورين.
يعني بطلت القصة ثورة شعبية وحرية وكذا، في قتال بين محورين، يعني كل محور له مواصفاته المعروفة، كل محور له ارتباطاته، له حلفائه وتحالفاته الداخلية ووسائل دعمه وكذا. حزب الله عم بيشارك بسوريا ضمن محور يلي هو المحور المعادي لأمريكا وإسرائيل والمنطقة. الطرف الثاني كان عم يعلم من أول يوم، مش يعني أجزم أنه من نيسان 2011 مش من امبارح، أنه معركته اللي جاي هي مع حزب الله. حزب الله قد يكون قتاله بسوريا هو إبعاد عن كأس القتال بالداخل اللبناني بكل بساطة. كيف يعني؟ المعركة كانت ستأتي إلى لبنان حتماً. لو إذا انتصروا بالقصير المعارضة رح يفوتوا على لبنان، وهذا الشيء قالون لـ 2011 وقالونا إياه لقلنا بالجريدة مقاتلين من المعارضة أول ما كنا عم نتواصل معهم كانوا يقولوها نحن معركتنا، يعني تنظيف المنطقة من المعارضة حتى ما تدخل إلى لبنان. ما بستعمل كلمة تنظيف، لا هي إلى أكثر من العسكري يعني. القتال بالقصير له أكثر من هدف. النظام السوري بده يوسع رقعة المناطق الآمنية اللي هو مسيطر عليها، بده يعيد السيطرة على الطرقات الدولية، مش بس بين الساحل والشام، لا بين الساحل والشام وبين الشام وحلب وبين الشام وإدلب وبين الشام ودرعا، وصولا حتى بالمرحلة اللي بعدها لدير الزور. ولكن عم بحكي بالشأن اللبناني، من يقاتلهم حزب الله في القصير كانوا جايين على لبنان، كانوا جايين على لبنان تيقاتلوا حزب الله بلبنان 100%. وقبل هذا تبرير لا مش تبرير، هذا حكيون معنا بال2011 وبأول 2012 انه نحن بشار الاسد هو قدام، هو هلا الهدف المرحله يعني، بس هدفنا استراتيجي هو حزب الله. وقت اللي طلعوا شخصيات من 14 اذار على سوريا، وقت اللي طلعوا شخصيات من 14 اذار على تركيا، سمعوا نفس الحكي انه هدفنا الحالي هو بشار الاسد، هدفنا اللي بعده هو حزب الله. طيب ما يجري في سوريا ليس يعني لا يهدف لا الى تغيير داخلي. سمعت شي مره نقاش بالشؤون الداخليه السوريه اللي لها علاقه بالوضع الاجتماعي وبالوضع الاقتصادي؟ كل ما يحكى اليوم في سوريا مرتبط بالعلاقات الدوليه للنظام السوري وسياسته الخارجيه. لحد هلا في الشعار اللي رفع، الشعار اللي كتير عام واللي حقز الشعب السوري هو شعار الحريه، ولكن خلاص هذا اندفن مع هذا الزلمه اللي شفناه عم ياكل قلب، والاعدامات الميدانيه والجلد الناس بالشوارع وتطبيق الشريعه الاسلاميه على الطريقه الطالبانيه ببعض المناطق بالرقه وبسراقب وبغيرها، هيدا اندفن. هلا المعركه بسوريا هي معركه السياسه الخارجيه للدوله السوريه، هي معركه الموقع الوطني لسوريا، موقع من الصراع يعني الاسرائيلي. اذا كان الهدف من هالموضوع مثل ما عم بتقول يعني حمايه الداخل اللبناني من اصطدام يعني بين حزب الله و المعارضة السورية أو داعمي المعارضة أو إلى أخي مصلحي المعارضة اللي كانوا ممكن، بس كمان يعني حزب الله رايح بالمعركة أبعد من هيك، هي معركة يعني أوكي يعني حتى وقت حكي عن الجولان والدفاع عن سوريا بحل اعتداء إسرائيل، ونحن يعني حتى امبارح العماد عون رفض هذا الموضوع، يعني أنه مش واقفة على هالقصة يعني. لا هيدي جزء منه، أنا قلت مع اللي عم تتفضل فيه قلته يعني، وهذا ما بيحمي لبنان، بالعكس هذا بيعرض لبنان أكتر يعني، وقتها حزب الله بده يروح هالقد بالمعركة تيدافع يعني حتى في وجه إسرائيل عن سوريا، بده يعرض لبنان. لن يقاتل عن سوريا، لا. لا لا لن يقاتل عن سوريا، هو حكي بشي يمكن يكون كتير ميداني، أنه إذا بدهم ما بدهم الناس، إذا بدهم خبرة بمجال حرب العصابات اللي كانت تشن المقاومة ضد إسرائيل أكيد حيعطون، هيدي هي. هيدا لما قال إذا بدهم مساعدة نحن ما نرد الجميل، هاي هي بالتدريب بتقديم خبرات رح يعملوها. بكل صراحة رح يعملوها، مش أنا عم بكشف يعني، السيد حسن نصر الله كشفها. واللي عم تفضل فيه قلته من شوي، القتال في سوريا هو قتال بين محورين، محور أمريكا وإسرائيل ومن وحلفائهما وعرب الخليج وعرب امريكا، المحور الثاني هو المحور المقاوم لاسرائيل والمعارضه السياسيه الامريكيه. سؤال اخير لانه رح يخلص وقتنا، بموضوع رساله اوباما يعني، هلا البيان اللي صدر من هون ما حكي عن موضوع حزب الله يعني، ما تناولوا يعني الرئيس اوباما في اتصاله مع رئيس بيان السفاره حكي، بس بيان السفاره بيان واشنطن بيان يعني اللي صدر عن الامريكيين حكي.
يعني هذا شو برايك شو رح تكون رح يعقد الوضع اكثر هالموضوع؟ وبدنا يضغطوا اكثر على حزب الله بالداخل اللبناني بموضوع الحكومه، يحاولوا بس طبعا مع تحت سقف عدم الانفجار. بدنا يضغطوا اكثر على حاضنه حزب الله بالاغتراب، يعني بدول الخليج او بغرب افريقيا او حتى بامريكا، عمليات الضغط على ما يسمى رجال اعمال الشيعة. ولكن يعني هون لبنان شو يعني توجه مثلا امبارح بهالموضوع لرئيس الجمهورية؟ طيب انه رئيس الجمهورية ملتزم باعلان بعبده ويدعو الجميع للالتزام فيه، يعني شو قادر يغير بهذا؟ رئيس الجمهورية ماشي كتير سهل الجواب، يعني ما رح يقدر يغير شيء. عم اقول هن بده يصير في ضغط على حزب الله اكثر بموضوع الحكومه وموضوع الانتخابات. هن طالبين من اللبنانيين كمان يضغطوا. صحيح. يعني هذا الاتصال يقولون للبنانيين انتم تشددوا بتاليف الحكومه، وفي عمليه ضغط على اوروبا اكثر لادراج حزب الله على لائحه المنظمات الارهابيه، ضغط على الاغتراب اللبناني، هيدي بالمرحله الاولى. بس بعد مقتنع انه تحت سقف عدم الانفجار، لانه كل المؤشرات بتدل على هذا الشيء. يعني مجرد هيك يمكن بس تقولوا نحن هون بس مش اكثر من هيك، يعني ما إلا حيكون يعني ما في وسائل دعم واضحه يعني لمين لفريق 14 اذار مثلا؟ اكيد ما في وسائل دعم. بعدنا عم نحكي بالبريك 5000 دولار للي محتاجها من السياسيين ب 14 اذار ما عم يبعثوا لهم السعوديه، عقلهم بسوريا هلا. يعني حتى الضغط على لبنان بموضوع حزب الله مرتبط بشغلتين بالاخير، يعني ما عنده مشكله اذا كان يعني حزب الله جمعيه خيريه. يعني هذا التدخل رح يفيد 8 اذار اكثر ما رح يفيد 14 اذار، يعني تدخل الامريكان والسعوديين رح لانه رح يعطيهم الحجه انه شفتوا انتم عم تابعين هذا المحور وتفضلوا هذا التدخل لحتى يدعموا. هن تابعين لهذا المحور مش انه اوكي حجي. بس رح يعطيهم حجه بس ما له مفاعيل ماديه، يعني كيف تصرفوا يعني هذا الدعم؟ ما اللي قادرين يعملوه الامريكان بوجه حزب الله عسكريا تدعمون مرة رح يدعمون بغير طريقة. صحيح. ما له مفاعيل، يعني نفس اللي صار قبل 7 أيار، إجا بندر بن سلطان دفع 300 مليون دولار للرئيس سعد الحريري اللي يعمل ميليشيا، راحوا صرفون وعملوا ميليشيا انهارت بست ساعات. يعني بالآخر هيك يعني شو بتتوقع يعني على الأقل بهالفترة؟ اسأل ليلى عبد اللطيف. ليلى ننطر نهار الأحد. لا أنت التنين صارت كمان. فراغ حتى لو صار في انتخابات في فراغ، حتى لو صار في تمديد فراغ. الأزمة هي أزمة نظام مش أزمة مؤسسات ولا أزمة توازن، هي أزمة نظام. ينطرح إعادة النظر بالنظام حتى لو أعادوا طرح سدولي. عم يرفضوا يعملوا لبنان دائرة واحدة مع النسبية، يعني رافضين يطلع في واحد خارج هذا التقسيم الطائفية بالبلد. يعملونا نظام أسوأ. أستاذ حسن علي اليوم لحضورك معنا ببرنامجنا، نهاركم سعيد، أهلا وسهلا فيك. وما نشكر طبعا كل المشاهدين اللي تابعونا، وإلى اللقاء.